السلام عليكم، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم على واحد الظاهره طبيعيه حضرت ليها فاش كنت في بوردو عند صاحبتي، مدينه بوردو طبعا، بنهر سميتو لا غارون. والصراحة أول مرة كنحضر بحال هاد الشيء هذا، وصورت شوية لأنه ما كناش عوالين أصلا، مش زعما ما كناش متوقعين أنه غادي تكون هاد الدائرة. كنا غاديين حنا على أساس أنه غنشوفو نهر فقط، يعني غير غندورو تما شوية، هذا هو اللي كنا عوالين. فإذا بنا كنشوفوا الناس اللي كيمارسوا هواية الكانوي وهاد الكاياك والسيرف، ومجتمعين تما بزاف كيف كتشوفوا معايا الناس، وكاينين الناس اللي جايين باش يتفرجوا. احنا كنا صحاب لينا اون كومبيتيسيون، ولكن هي ماشي كومبيتيسيون، هي ظاهرة طبيعية كتوقع مرة في السنة، سبحان الله. يعني كتشوف شي مسائل كتبقى غير تسبح الله سبحانه وتعالى، عجيب وغريب. زعما انا صراحة كنت زعما اندهشت بهذه الظاهرة، اول مرة في حياتي غادي نشوفها. وكتشوفوا معايا انتم الواد، كيمشي غادي من اليمين لليسار، وسبحان الله كتجي واحد الموجة من قنت اخر. دابا نوريكم كيفاش كتوقع هاد الظاهره هادي، وداكشي علاش جيت باش نشارككم هاد لا فيديو. خليكم معايا. هاد الظاهرة خاصها تصوير فريمون يكون بروفيسيونيل، ولكن غالب الله حنا كنا كنصورو حتى البورطابلات ديالنا بتسالا، الباتري اللي تسالت لي الباتري، ها اللي اصلا لاكاليتي ديال التصوير ضعيفة جدا. مهم انا غير غادي نشارككم هاد الظاهرة، انتم كيف كتشوفوا معايا، هذا هو نهر لاغارون. هادوك الهوات نتاع التزحلق على الماء، دوك لي كانوي لي كاياك كاع كيكونوا جايين نازلين، كيكونوا نازلين كيتبعوا الواد، يعني من اليمين حتى اليسار، وكيوقفوا في ديك البلاصه اللي غادي تجي فيها ديك الموجه.
هذيك الموجة سبحان الله ديال الموجة المادية أو لو ماساكري. هذا الفينومين عجيب، انتما كتشوفوا الواد تيجي بتل من اليمين ليسار، الموجة غادي تجي عكس التيار، يعني غادي ترجعهم هذيك الموجة، ترجعهم هذا هو باش كيلقاو هذيك، كيستمتعوا بهذاك، وما كينتظروا غير ديك الموجة باش يستمتعوا بالسيرف ويستمتعوا المهم هذيك الموجة تقريبا هي جاية، وراه كاين كتوصل حتى لأربع أمتار في العلو ديالها، وكيكون داكشي ناتج على سبحان الله البحر اللي كيكون جاي بديك الموجة، كيتدفق البحر لأنه ماشي المد ديال البحر، وإنما كتوقع شي حاجة تحت البحر، يا إما زلازل تحت البحر أو نشاط بركاني أو تكون أعاصير أو رياح، مهم شي حاجة اللي كتخليها هذيك الموجة كتدفق في الأنهار، والظاهرة ماشي كتكون غير في بوردو، كاينين في أماكن عدة في العالم، وتتوقع يمكن مرة في السنة أو مرتين حسب. ونخليكم دابا معايا تشوفوا الموجة كيفاش كترجع هذوك اللي كانوا هانتوما شوفوا واحد الموجة كبيرة جاية دابا، الواد كيمشي من هاد الجهة كيمشيو دوك لي سخفة. واحد الموجة جاية ضد التيار، شوفي ديك البرية شرشتها اللي هذا خوتي خواتاتي كنكونو كملنا الفيديو ديالنا، كنتمنى انه يعجبكم رغم رداءة الصورة، وكنتمنى انكم استفدتوا واخا غير شوية، وشكرا جزيلا على المتابعة. السلام عليكم.